السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده سخان غاز، طبعا ده نوع تورنيدو او اي سخان تاني. هنعرف ازاي استخدامه وازاي نقدر نحافظ عليه وطريقة الاستخدام الصحيحة لأي سخان غاز علشان يقعد معانا فترة طويلة وما يحصلش فيه الأعطال، لأن السخان الغاز دايما بيكون فيه أعطال كتير، وده بسبب الاستخدام الخاطئ. فهنتعلم مع بعض ازاي الاستخدام الصحيح لأي سخان غاز. أول حاجة طبعا لما تركب السخان بتبقى شركة الغاز بتركبه، او انت لو بتركبه باسطوانة غاز او بأنبوبة مفيش مشكلة. ده بيكون مكتوب عليه مدخل الغاز وفي مدخل البارد ومدخل السخن، ده مفيش مشكلة طبعا اي حد بيركبه، او لو انت حابب تركبه في نفسك بنفسك. لو هتغير الحجارة في علبة هنا تتفتح فتح معانا كده، بيبقى فيه الحجارة بتاعته سالب وموجب، تمام. دايما السوستة بتبقى في الجزء ده اللي هو مفهوش القطع البارزة، ماشي، والتانية بتكون هنا لو حتى من غير سالب وموجب من غير ما نشوف. فده هيبقى الحتة القطع البارزة بنركبه هنا، بس لحد فيه بلاستيكة كده يعني بتشيله او بتسنده، تمام. والتانية تبقى عكسها زي ما قلنا، قطعة اللي هي مسح ديت ما فيهاش حتة بارزة بتكون العكس برضو، لحد ما دي تسنده. يبقى كده احنا خلاص لو حبينا نغير الحجارة في اي وقت، او البطاريات حبينا نغيرها في اي وقت، فديت هتبقى سهلة بالنسبة لنا ما فيهاش اي مشكلة. طبعا في ناس بتركب ادابتور او شاحن علشان بديل للبطاريات، هو كويس وكل حاجه، لكن مش امان، مش امان انك توصل كهرباء بجوار السخان، ادي حاجه. ف يعني نسبه الخطر بتاعته او التلف بتاعه 1 في المليون، فخلينا يعني ما نكونش احنا 1 في المليون ونحرص. فالبطاريات طبعا افضل بكتير، ادي رقم واحد. رقم اتنين، بيكون في الاجناب فتحات، طبعا لازم يكون مكانها فاضي، ما ينفعش حاجة نلزقها فيها زي دوت مثلا المطبخ او اي حاجة تكون لازقة فيها، علشان الفتحات مهمة جدا علشان النار تفضل واصلة، تمام كده. لما نيجي نشتغل بنفتح الغاز على الاخر، وده علشان يبقى الكويس معانا لازم بنفتحه على الاخر. لما نيجي نخلص السخان يا ريت نقفل المحبس بتاع الغاز، او لو بنستعمل غاز طول اليوم واوقات كتير في المطبخ فخلاص احنا باخر اليوم قبل ما ننام بنقفل المحبس، تمام. في هنا مفتاحين، وبعض السخانات بيكون فيها تالت، وبيكون في شاشة. اول حاجة معانا علشان نشتغل زي ما احنا شايفين معانا ما اشتغلش في الاول، ليه؟ علشان انا عندي الميه ضعيفه، اشتغل بس لما خليته على الميه ضعيفه، لان عندي الميه ضعيفه جدا. فصلنا الميه فصل. طيب فايده المفاتيح ديت او الاوكر ديت ايه؟ زي ما هو مكتوب دوت قاس بالميه، النقطة ديت معناها المية. لو المية عندك ضعيفة بتخليها على أقل مية، وده بسبب في بيكون جلدة الرداخ، لما المية تفتح ضغط المية بيضغط على الجلدة ديت علشان توصل تفتح الغاز. كل ما المية ضعيفة مش الجلدة دي مش هتفتح معانا، تمام، فده بيخليها تفتح أقل مية. فده لو المية عندنا ضعيفة بيبقى بنشغلها أقل مية، لو المية عندنا كويسة وكل حاجة بنخليها في المتوسط، أو لو أكتر ماشي لو أنت بتستخدم المية في كذا حنفية وفي كذا مكان، تمام. لكن هو المتوسط كويس للمية الكويسة، ضغط المية كويس، وللضعيفة كل ما تكون ضعيفة نقلل في يشتغل قليل معانا. وطبعا ده في السخانات الحديثة المياه القليله خلاص بيشتغل معاها مفيش اي مشكله. تاني حاجه دوت او ده خاص بالنار،
كل ما النار ده اعلى حاجة. طبعا في نار هنا هنشوفه واحنا بنشغل السخان، نار بتكون عالية بيزود اللهب، بيفتح غاز اكتر للشعلة بيخليها تزود اللهب، فبيخلي السخونية اكتر، فده بيبقى على حسب احتياجك. ده اقل حاجة لو، وهاي ده اعلى حاجة. طبعا حاجة مهمة جدا لازم نخلي بالنا منها، لو المية عندنا ضعيفة ما ينفعش نخليها عالية، فدي حاجة مهمة جدا، لان المية هتبقى معدية على المواسير الداخلية ضعيفة جدا، لكن النار عالية جدا، فده هيأثر على المواسير الداخلية، بتكون طبعا نحاس في السخانات الكويسة بتكون نحاس، فده هيأثر عليها جدا، هيأثر على المواسير وكمان على الهيكل اللي بره، لان النار المية مش هتمتصها، تاخد اللهب بتاعها وتاخد السخونية بتاعتها، هتبقى ضعيفة، فهيخرج منها جزء على المواسير ياكل منها، فده هيأثر من عمر السخان، وكمان اللهب هيوصل للصاجة ديت من جوه، تمام؟ فدي حاجة مهمة جدا. نيجي لدرجة الحرارة، طبعا الشاشة دي بيكون موجود فيها درجة الحرارة، درجة حرارة المية اللي نازلة لك، ادي حاجة. تاني حاجة في اشارة للبطارية بتظهر لك، لو البطارية قربت تخلص فبيظهر لك اشارة اللي هي علامة الكهرباء، ان هو انت كده محتاج او قربت تغير البطارية، ودي حاجة كويسة جدا في السخان تورنيدو او في بعض السخانات التانية. نيجي كده بقى لما نشغل المية علشان نظبط الكهرباء، علشان نظبط الحرارة، عايزين نمنع صوت المية علشان ما يزعجش حد، نقلله شوية. زي ما احنا شايفين درجة الحرارة بتبدأ تزيد، طبعا لما الجزء اللي في المواسير بتاع المية الباردة بيعدي بتاخد تقريبا نص دقيقة، وبعد كده بيظهر درجة حرارة المية، وزي ما احنا شايفين هنا بيكون اللهب ظاهر وفي صوت بيظهر كده اللهب لو النار عالية. بص درجة الحرارة بتعدي اهيت، هتعدي 70 اهيت، بقت 86، فكده عالية جدا، علت النار، فدي زيادة عن اللزوم فبيفصل، فلما هيبدأ يشتغل تاني لوحده لما النار تقل، بسبب ان النار عالية والمية ضعيفة جدا. شغلنا المية تاني او عليناها شوية اهو فبيشتغل معانا، فده درجة الحرارة عاوزين نظبطها افضل ظبط لينا علشان المية تكون كويسة وما يأثرش على العمر، لان لو انتوا حطيتوا ايديكوا هيبدأ يسخن، فعلشان ما يأثرش فبنقلل الدرجة، نخليها مثلا 35 او 40 بالكتير، او من 30 ل 40 مناسب على حسب احتياجك، بس اكتر من كده هيأثر، واقل من كده مش هتبقى كويسة معانا. بصوا لما نعلي النار بنلاقي اللهب زاد، بنحس بيه ونحس كمان بصوت الشعلة وهي عايدة، وكمان درجة الحرارة بتختلف معانا. لما نقلل ده اسف الاقل درجة الحرارة بتقل معانا وصوت النار بيهدى شوية، تمام؟ يعني في الصوت وفي الشكل بنلاحظ طبعا كل دوت بالنظر او بالصوت. ولما نعلي النار شايفين درجة الحرارة 47 والصوت عالي، هتبدأ تزيد مباشرة، فده اللي بيحرك المية. طيب لو زودنا المية خلاص تلاقي النار قلت، لانه بيستخدم جزء منها كبير، طبعا لو المية قوية معانا فده هيكون كويس، العالي مع النار العالية، فافضل ضبط معانا زي ما احنا قلنا اختصارا للفيديو، فده مناسب في الوسط، مناسب للمية القوية على الاقل خالص للمية الضعيفة، والنار برضو المتوسط كويس علشان بس نحافظ على السخان، وقليل مع الميه الضعيفه زي دوت، فيدينا درجه حراره ميه كويسه ويظبطها معانا، وهنحافظ على السخان، وان شاء الله هنعمل فيديوهات للناس اللي حصل لها اعطال او عندها عطل في السخان، هنعمل عليه كل الاعطال ازاي تحلها. لو انت حابب او هاوي تحل بنفسك او تحل الاعطال بنفسك، نفصل الميه وطبعا نفصل السخان. ان شاء الله انتظروا مننا فيديوهات جديدة على الاعطال بقى ازاي نحلها، بعد ما عرفنا السخان من الخارج هنشوفه كمان من الداخل وازاي نحل الاعطال بتاعته. وشكرا.
ما تنساش تشترك في القناة وتدعمنا بلايك، وقول لنا رأيك او استفسارك في التعليق.